تتحدث عن أرني سلوت وكنت تتحدث منذ قليل عن تنهاج هولنديين، لكن هناك فرق كبير عن البدايات. الآن لربما يصل لرقم كبير أو الأول على مستوى البريمير ليج أن يحقق نظافة شباك في 4 لقاءات، بينما كنت تنتقد تنهاج بأنه لا يغير، يذهب إلى الوراء ولا يتقدم، ولكن أرني سلوت يبدو بأنه متقدم حتى الآن على نظير الهولندي تنهاج. مستلم فريق جاهز كت ده مستلم فريق من كلوب ومستلم فريق أي كلام. النجم عندك فريق ممتاز، بعض الإضافات عايزة محتاجها، إنما أنت واخد فريق جاهز. أنا الصراحة البداية ممتازة طبعا، لكن عانى مع كلوب الموسم الماضي. أيوة ماشي، ما هو عشان كده فريق برضو في الجاهز. لا، شخصية محترمة أرني سلوت. نيجي يا كابتن. ماشي، بس خلينا بس في الأول. 3 ماتشات 9 نقاط. تعالى يا كابتن، أسهل جدول للكبار في الدوري الإنجليزي على الورق لليفربول. أيوة، عنده نوتنجهام النهاردة، عنده بورموس، على الاثنين دول على ملعبه، وولفرهامبتون أوي اللي واخد 6، كريستال بالاس اللي ما حققش ولا انتصار حتى الآن أوي، حتى التوقف الدولي. ف7 ماتشات خدت فيهم 21 نقطة، ده الطبيعي. فما تجيش بقى تقول لي في الاختبارات والمقابلات الفول باكس بتاعي يروح لقدام، الفول باكس بتاعي عشان الضغط بتاع المنافسين، وامتى ارنولد يخش نسمع. اهدى شويه، اهدى، انت جاي دوري قوي، دوري مش اي كلام، انت هتنافس جوارديولا. فايه الامور طبيعيه حتى الان، وال7 مباريات الاولانيه هتاخد فيهم 21 نقطه. وريني نفسك بقى في دوري ابطال، وريني نفسك في شهر اكتوبر وشهر نوفمبر. فانا مش عاجبني الصراحة اللهجة اللي بيتكلم بيها، اللهجة اللي بيتكلم بيها. تشعر بأن في شوية واثق من ال بس ده المطلوب. إذا هو واثق، ما ده المطلوب. لا، الثقة مطلوبة أكيد، بس مفيش غرور، والبدايات ما تغركش. في ياما كتير بدأت ناس بدأت كويس وفي الآخر. هو على فكرة يا محمد، هو درب فاينورد في هولندا، هو مشابه لليفربول، فريق فاينورد مشابه لفريق ليفربول، إضافة أنه هو تفوق كمان لأنه كان يدرب في أزياد أو 20 أعتقد ثم فاينورد، فحقق نجاح كذلك. ولذلك كعقلية مدرب تتمثل فيه، لأنه شاهدنا في التصريح وكذلك تكلم محمد صلاح والعديد من اللاعبين لاعبي ليفربول أنه هو أبقى على أسلوب كلوب. أين حسن في أسلوب كلوب؟ هو باقي ترانزيشن، الضغط العكسي، هذا كله باقي، لان هو انت في اشياء ناجحه لا تغيرها، لماذا تغيرها؟ هو يريد التدرج، بمعنى انه خروج بالكره من الخلف، الكل اكثر تمريرات، صبور اكثر، هذا ما يريد ترسيخه، هذا بدا فيه لكن يحتاج الى بعض الوقت. لكن في نفس الوقت ابقى على اسلوب كلوب اللي هو ما موجود، الضغط العكسي، الضغط في بعض الاحيان، التحولات السريعه، اللعب في العمق، هذا موجود. بس ده تصرفات لعيبة. حتى هقول لك، هديك مثال بس واحنا جالي دلوقتي. الفريق مع كلوب هو حصان جامح، تاكي تاكي تاكي، رتم سريع وتاكي، مفيش سيطرة في بعض الأحيان. صحيح. ويلعب على نقاط القوة، هو عاوز بقى يمسك اللجام بتاع الحصان الجامح ده ويجيبه شوية ويبقى فيه سيطرة أكتر. صحيح. في لعب آمن. صحيح. أكتر، مفيش ريسك كتير. صحيح. فماشي معاه حتى الآن. صحيح. وزي ما قلت لك على الورق، ال7 ماتشات دول 21 نقطة، فاهدى شوية، البدايات ما تغركش، وعنده لاعبين يمكن إضافة، وعنده لاعبين قادرين. عفوا حاتم، تفضل. صحيح. لنستمع للزميل زياد منصور ليضعنا في الصورة حول لقاء ليفربول أمام نوتنغهام فورست. نعم، مساء الخير ملعب أنفيلد. الحقيقة جماهير أنفيلد تأتي إلى هذا الملعب وهي سعيدة بأداء فريقها حتى الآن، لكنها لا تعرف ماذا يجب أن تتوقع، لأنه مباراة واحدة فقط ليفربول على ملعب أنفيلد، كانت الأجواء فيها مختلفة من الناحية الجماهيرية ما اعتدنا عليه، لأن الجماهير اعتادت على كرة قدم يمكن أن نقول بأنها هجومية بشكل كبير، هناك الكثير من الإثارة، فرص من كلا الطرفين. الأمر مختلف مع أرني سلوت، حيث هناك سيطرة تامة بالنسبة لليفربول وهدوء خاصة من الناحية الدفاعية، وهذا طبعا يتجسد بما قد يحصل اليوم، بأن أرني سلوت قد يصبح أول مدرب في تاريخ الدوري الممتاز ينتصر ب4 مباريات دون أن تلقى شباك فريقه هدف، وأيضا تكون هذه فقط المرة الثالثة في تاريخ الدوري الممتاز الذي ينتصر فيها فريق ب4 مبارياته الأولى دون أن تلقى شباكه هدف، منذ تشيلسي عام 2005 ومنذ مانشستر سيتي عام 2015. وبالحديث عن رقم 4،
فنجمنا محمد صلاح إن هو سجل هدفا في مباراة اليوم يصبح أول لاعب من ليفربول في الدوري الممتاز منذ دانيال ستورج عام 2013 يسجل في أول أربع مباريات. لا نحن لا نتحدث هنا على الانتصار مضمون بالنسبة لليفربول، مباراة لن تكون سهلة بالتأكيد، لكن أيضا بالنسبة لفورست هذا الملعب صعب بالنسبة لهم رغم أنهم لم يخسروا أي مباراة حتى الآن في الدوري، لكنهم أتوا في 27 زيارة إلى ملعب أنفيلد في جميع المسابقات، خسروا في 20 منها، تعادلوا في 7، وحتى نونو إسبيريتو سانتو نفسه طبعا واجه ليفربول 7 مرات كمدرب، خسر في جميع المباريات، طلقت شباك فريقه 13 هدفا وسجل هدفا وحيدا. إذا مباراة أخرى لجماهير ليفربول تكتشف كيف سيكون هذا الفريق. انتصار اليوم يؤكد بأن ليفربول يسير على الدرب الصحيح. كابتن حاتم، إليك تشكيل ليفربول. أليسون في حراسة المرمى، أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتس، رباعي الدفاع، أمامهم خرافنبرغ وماكاليستر لاعب الارتكاز، وحقيقة خرافنبرغ يؤدي في أداء جيد وإن كان في بعض المباريات يعني يحتاج أن يتحسن بشكل كبير. محمد صلاح على الطرف الأيمن، سوبو سلاي ودياز على الطرف الأيسر، وجوتا أكيد أن يعول عليه كثير، واضح أنه هذه التشكيل الأساسي. محمد صلاح بدأ بشكل جيد، دياز كذلك أداء ممتاز، إضافة نتكلم هجوميا الفريق بدأ بشكل جيد، يضغط كذلك في مناطق الخصم، وأعتقد أن دفاعيا كذلك في توازن ليفربول. نعرف أن السادة المشاهدين ما بيحبوش يسمعوا التشكيل في الأغنية بتاع لن يسير وحيدة، إنما معلش استحملونا دقيقة. ثالث حارس المرمى، الرباعي الموجود أينا، مالكانوفيتش وموريو ومورينو، رباعي خط الدفاع مورينو وأينا، ممكن فول باكس بأدوار هجومية نوعا ما التزام الدفاع المطلوب، ياتسو أندرسون وارد براوس تغيير في وسط الملعب، دومينجيز وود وجيبس وايت، جيبس وايت ورا وود ودومينجيز في السرعة والتحولات السريعة، تنظيم الدفاعي الجيد، لم يخسر حتى الآن نوتنغهام، 5 نقاط تعادلين وفوز، من أقل الفرق اللي اتشاط عليها على مرماها ومن أقل الفرق اللي صنع فيها أمامها فرص. هذه أجواء الأنفيلد مشاهدين الأعزاء، دعونا ننتقل إلى هناك يشاهد لقاء ليفربول ونوتنغهام فورست وبقية اللقاءات التي تلعب بنفس توقيت بعضها البعض للدوري الإنجليزي الممتاز بعد قليل. الزميل خليل بلوشي على لقاء ليفربول ونوتنغهام. شكرا للزميل خليل البلوشي. هذا الشوط بين ليفربول صاحب الأرض نوتنغهام فورست ينتهي بالتعادل سلبي دون أهداف في لقاء يجمع الفريقين بعد العودة مجددا بعد لاعبي منتخبات العالم على مستوى تصفيات كأس العالم 2026. أهلا بحضراتكم من جديد، دعونا نذكر بما حدث في هذه اللقاءات في شوطها الأول، حيث سجلت أهداف في 3 لقاءات ما عدا لقاء ليفربول مع نوتنغهام فورست بصفر من الأهداف لكلا الفريقين. نيجي للمشكلة بتاع أرن سلوت، فرقة منظمة يا عم أرن سلوت، اللعيبة بتلعب، يبتدي الشوط وانت محتاج شرح كامل. لا هي دي محتاج ان انت تلعب سهل، لا هم بيلعبوا الصعب. جرافنبرغ افتكر نفسه لعيب كبير، العب السهل، ما انت كنت كويس عشان بتلعب السهل وما بتزيدش كتير والكرة ما بتبقاش في رجلك كتير، فلازم تدوير الكرة من الشمال لليمين يبقى بسرعة لان الفريق منظم، وتلعبه السهل عشان تقدروا توصلوا لمناطق الجزاء وتخلق فرص، وبلاش انانيه دياز، الكرة اللي حطيتها في العرض حلو ممكن تلعبها بالعرض. دعونا مشاهدينا الاعزاء الان ننطلق ونذهب لملعب الانفيلد وبقية اللقاءات التي تلعب بنفس توقيت بعضها البعض. مانشستر سيتي برينتفورد، برايتون، إبسويش تاون، وفولام، ويستام، كريستال بالاس، ليستر سيتي، بينما لقاءات أخرى أيضا على مستوى جميع الدوريات. عودة مرة أخرى لخليل البلوشي. شكرا للزميل خليل البلوشي. إذا هذا اللقاء بين ليفربول ونوتنغهام فورست ينتهي لمصلحة الضيوف، نعيش هذه الفرحة لجماهير نوتنغهام فورست التي لم تحقق الانتصار على ليفربول منذ 55 سنة، سنوات كثيرة وعديدة حتى استطاع نوتنغهام فورست الانتصار أمام ليفربول. صار مهم لنوتنغهام فورست في ملعب الأنفيلد، رأيك في هذا الانتصار وهذا المستوى الكبير الذي قدمه نوتنغهام فورست أمام ليفربول كابتن حاتم؟ يعني استحق هذا الانتصار حقيقة على مستوى انضباط التكتيكي، انضباط في الدفاع لطيلة 90 أو أكثر بقليل، وضيق المساحات على صلاح ودياز وكذلك جوتا في بداية المباراة، والتغييرات في الشوط الثاني لصناعة الفارق من هاتسون دويك وكيلانجا والتغييرات على مستوى وسط ميدان. فالمدرب تعامل مع المباراة حقيقة على حسب إمكانياته ونجح في المباراة بشكل كبير، وكانت لديه الفرص الواضحة الصريحة، لأن يعني فريق ليفربول هو الذي كان يستحوذ، هو الذي كان يتقدم ويترك المساحات في الخلف ليستغلها، ولديه الإمكانيات نوتنغهام اليوم
لديه الامكانيات للقيام بالكونتر اتاك لانه لديه السرعه الموجوده في الشوط الاول. حافظ الله يقبل هدف وهذا كان المطلوب بالنسبه لنوتنغهام، عدم قبول هدف من فريق مع قادم من انتصار اكيد، وان كان في توافق دولي لكن فاز على مانشستر يونايتد يلعب ارضيه ميدان والجو العام صعب في الانفيلد. ثم استطاع ان ينهي الشوط الاول بتعادل، ثم الشوط الثاني استطاع ان يضرب ليفربول بهدف حقيقه ممتاز وكان صعب على حارس المرمى. اضافه الجيد انه استطاعته كان تحافظ على هذا الهدف، هذا دليل على ما يقدمه سانتو نونو سبيريتو، ما يقدمه الان من كره، وان كان هو سابق حقيقه معناها لما مر بالدوري الانجليزي من ما قام به مع ولفرهامبتون. فاليوم نتكلم على مدرب استطاع ان يحد من قوه ليفربول اللي هي تتمثل في محمد صلاح والمساحات التي لم يتركها، كذلك في دياز والمستوى الكبير الذي قدمه لغايه الان ثلاث مباريات الاولى. فنعتقد انتصار مستحق، بدايه اكثر من ممتازه لتونغهام، وليفربول اكيد ليعلم انه في بعض المباريات ستكون صعبه وعلى المدرب ان يتكيف والاختيارات ان تكون افضل مما شاهدناه اليوم، خاصه في الحلول الجماعيه. والدوري الانجليزي سيكون صعب حقيقه للجميع وليس فقط لليفربول، وهذه الان نوتنغهام تقول لارني سلوت مرحبا بك الدوري الانجليزي، ليس كل مباراه سهله يعني. ليفربول وسقوط امام نوتنغهام فورست كابتن محمد، تغييرات كان ليها دور كبير لنونو ايلانجا وادسون اودوي، السرعه اللي كانت مفتقدينها في اول 45 دقيقه بنزولهم السرعه موجوده والمهاره موجوده، اعتقد مهاره كبيره لاودوي حطها في زاويه صعبه على اليسون، واعتقد فوز مستحق لنوتنغهام لحتى الان في اربع مباريات 8 نقاط وبدون هزيمه. فيحسب لنونو التعامل مع المباريات والتغييرات اللي أجراها غيرت في شكل الفريق خاصة من الناحية الهجومية. هذا هو جدول الترتيب بعد لعب بعض لقاءات الجولة الرابعة، حيث مانشستر سيتي في الصدارة بطل الموسم الماضي، وليفربول خسر في لقاء مهم على ملعبه الأنفيلد أمام نوتنغهام فورست بتسع نقاط. يأتي برايتون ونوتنغهام فورست يلعب بشكل رائع وجميل حتى الآن في أربع جولات 8 نقاط، 7 نقاط لأرسنال نيوكاسل، برينتفورد، مانشستر يونايتد، أستون فيلا بستين نقاط، وبورنموث بخمس نقاط. خمس نقاط أيضا لفولم، أربع نقاط لتوتنهام، تشيلسي، ويستام، نقطتين لليستر سيتي، كريستال بالاس، إبسويتش تاون، ونقطة واحدة فقط لولفرهامبتون، بينما ساوثهامبتون وإيفرتون في المركزين الأخيرين بصفر من النقاط حتى الآن. دعونا نشاهد ما حدث في هذه اللقاءات التي لعبت بنفس توقيت بعضها البعض للبطل على ملعبه في لقاء منتظر. صرح بيب غوارديولا بأنه دائما يكون متحمس على دكة البدلاء، لكن اللاعبون لا يسمعون أي شيء من تعليمات بيب غوارديولا، هو فقط يعني إراحة الضمير والذات بالنسبة لبيب غوارديولا وإزالة الشحنات السلبية عنه كمدرب، لأنه دائما متحمس في كل لقاء حتى الآن مع السنوات العديدة لبيب غوارديولا مع مانشستر سيتي. مساء الخير عبد العزيز، تحية لكم جميعا. بكل تأكيد الأمر ليس فقط هو التحدي بالنسبة لبيب غوارديولا، ولكن كل مباراة في حد ذاتها معركة استراتيجية حول مستقبل الفريق في جدول الدوري، وهذا هو المهم، مواصلة الهيمنة وكذلك تمديد سلسلة الانتصارات للحفاظ على الصدارة. ولعل برينتفورد هو آخر فريق يحقق الفوز على مانشستر سيتي هنا على ملعب الاتحاد، وكان ذلك لو تذكرت عبد العزيز في نوفمبر من عام 2022 قبل أسابيع وأيام من انطلاق كأس العالم فيفا قطر 2022. ولكن طبعا هنالك نقطة مهمة، أرسنال وليفربول يضيقان المسافة التنافسية بينهما ومانشستر سيتي، وبالتالي هذا يجعل بيب غوارديولا يفكر أكثر، يجتهد أكثر، يعمل أكثر، لذلك حقق هذه البداية الجيدة بالفوز ثلاث مرات في الجولات الثلاثة الأولى، وهو الآن يسعى لتحقيق الفوز الرابع على التوالي، وسيكون هذا رقم قياسي آخر بالإضافة إلى العديد من الأرقام القياسية. أتحدث عن 12 فوز، 12 فوز متتالي في الدوري الإنجليزي بهدفين على الأقل. أيضا لم يخسر السيتي في آخر 45 مباراة في كل المسابقات هنا على ملعب الاتحاد، 38 فوز و7 تعادلات. إذن الكثير من التحدي والصعوبة تنتظر فريق برينتفورد في هذه الأمسية الكبيرة والمهمة.
ضياء الفاتح من ملعب الاتحاد، شكرا جزيلا لك. دعونا ننتقل من مدينة مانشستر إلى ليفربول التي ليست بالبعيدة عن مانشستر، حيث نشاهد ما حدث من تألق واضح ورائع وجميل ورغبة كبيرة من قبل هالاند، حيث سجل هدفين في مرمى برينتفورد، بينما سجل حاتم الطرابلسي هدف سريع على مانشستر سيتي. طيب كابتن حاتم، الآن عندما تتأخر بأسرع هدف وتعود عن طريق لاعب هو الهداف، سجل العديد من الأهداف، هذا يعني بأن الفريق يعتمد على هذا اللاعب، وأيضا اللاعب يعتمد على زملائه في الفريق. هو أولا هذه ليست أول مرة، يعني إبسويتش كذلك في مباراة التي كانت في الاتحاد أنه بدأ بالتسجيل ثم عاد سيتي وسجل 6 أهداف، في المعنى أنك أمام سيتي حتى وأن تسجل أمام مكان سيتي لديه الإمكانيات للعودة، خطأ على المستوى التعامل مع الكرة وليس سجل هدف الأول. نتكلموا على 20 ثانية بمعنى زال أن يدافع 90 دقيقة ثانية. يعني أكيد أنه هذا لا يسعد المدرب، أكيد سيكون غاضب على هذا الهدف، لكن في الأخير أنه لديك هداف، لديك هالاند، لديك إمكانيات كبيرة، لديك اللاعب القادر أن يحسم المباريات، لديك اللاعب الذي قادر أن يسجل بعض الأهداف التي كان الفريق عاجل على تسجيلها في الماضي، هدف برجل يمنى حقيقة يدل كذلك. أنا شاهدت مقطع لهالاند يتدرب في في في, في الاتحاد وكيف معناها تحت قيادة غوارديولا، ولذلك نشاهد هذا التطور في عملية التعامل مع المدافعين. هذا ليس وليد الصدفة، هذا وليد عمل، هو لاعب هداف إضافة عن العمل الفردي الذي يعمل. هدف ممتاز حقيقة، هدف ممتاز، وهذا اللاعب يقدم في إضافة كبيرة للفريق. وأعتقد أنه مان سيتي مع غوارديولا وتطور الفريق، سافينو أنا أعتقد مشابه لأسلوب محرز الذي كان عليه، مع أنه إمكانيات أكيد أنه لاعب برازيلي ولاعب لديه الإمكانيات، على كل حال سيعطي إضافة على الطرف، إضافة لعودة فودن وعودة كذلك لاعب رودري على المستوى شاهدناه أنه بعيد على الفريق في الأسابيع الأولى خاصة. على كل حال سيتي ثابت في الأداء، ثابت في تقديم الأداء الجيد، وإن كان يعني واجه فريق محترم برينتفورد في السنوات الماضية يقدم في أداء جيد، حتى بداية هذا الموسم قدم أداء محترم لغاية الآن. سيتي بهذا التقدم لا يزال في شوط ثاني، استطاع الانتصار في حق العلامة الكاملة، فأكيد أنه مهم جدا للفريق، بداية ممتازة لسيتي. في كريفن كوتيج ملعب فولام مشاهدين الأعزاء، حيث سجلوا أصحاب الأرض هدف عن طريق راول خيمينيز. أما في رقاء آخر جمع كريستال بالاس ليستر سيتي، حيث الضيوف سجلوا هدف الأفضلية بعد هذه المراوغة عن طريق فاردي قائد الفريق. بص يا عزيز، شاهدين تفضل الهدفين كابتن حاتم، تكملا لكلام الكابتن حاتم، الهدفين بتوع هالاند يا عزيز كورتين ميتة، ده قيمة الهداف لما تبقى حاجة ميتة يحييها مرة أخرى. الهدف الأولاني دربكة هوب جت على يمينه راح لافف على طول، حتى الهدف الثاني كابتن، الهدف الثاني عطل، شوف عطل المدافع ازاي، عطل المدافع من غير ما يرتكب طريقة قانونية، هو شايفه، شايف ازاي اتجاهه، عاوز عمق الملعب، راح واقف بس برد عطله، لكن فيها خبث مهاجم. ايوه امال ايه، ما هي الخبث هنا، بص ميته وجاي على يمينه دي بس بيستخدمها في السواقه، انما النهارده استخدمها هنا بقى، كور طويله، كوره ميته بتاع المدافع، بص عمل ايه هو، بلوك، هاي بلوك، مش بلوك ربع بلوك، ايه تعطيله هنا، بص حاتم هو ذكاء الحقيقه، أيه. انا يدل على الذكاء، هذا مش بلوك، أيه. هذا جدار، لا مش جدار، لا جدار برلين يا ما انا لو الكاميرات شغاله كنت قمت، انما عشان ايه التعطيله، البلوك انه يقف قدامه يعيقه، انما هو ما عملش بلوك، هو اخر نفسه شويه من غير ما يعطل سير جاريو ويمنع عنه عمق الملعب عشان يروح انفراد ويحطها لنا بالشكل ده. فالكورتين الميتين اللي ما فيهمش خطوره خلق منهم خطوره، جاب منهم هدفين، وده ما ينقص ليفربول اول 45 دقيقه واحد هداف يجيب كور من كور ميته، كور صعبه، اهداف. ولا تنسى محمد، احنا تكلمنا على هالاند في الموسم الماضي، تكلمنا على الكثير
من عدم المرونة يمكن. أنا آسف، هذه ثاني مرة قاطعك عشان نطلع فاصل. تفضل تفضل. لا تزعل مني. لا يا ويسا أرجوك لا تزعل. سجلت جول خلاص. تفضل شيخ. لا هو لما قالوا محمد على هالاند. هالاند لو نلاحظ الأهداف، هذه أهداف أكيد واضح أنه يتدرب بشكل مستمر، بمعنى مع مدافعين من أجل أن يطور نفسه، لأنه الهدف الأول أكيد أنه إحساسه في المرمى بدون أن ينظر أين موجود المرمى وين موجود الحارس، يعلم جيدا في هذه التمريرة أن الحارس سيكون متواجد في القائم الأول. هو مجرد الإحساس هذا، لأنه هو مهداف بالفترة مباشرة في الزاوية بقطع نظر تسجل وتسجل. الهدف الثاني يدل أنه فقط أن وضع جسمك، أنه اللاعب يريد أن يأخذ مسافة لكي يرتقي، فهنا يقوم رجع الكرة بالرأس، يحتاج إلى بعض متر أو اثنين من أجل القيام بذلك. فهو وقف في طريق أين يكون اللاعب المدافع نتعامل مع هذا، أنه في سوء تمركز على مستوى الدفاع، المفروض أن يكون نوعا ما الظهير الأيمن أو قلب الدفاع إلى جانبه. فهنا نتكلم على جزئيات أين قادر المهداف أو المهاجم أن يتطور، ونعتقد أنه هو لديه الخصال هذه، وكذلك المدرب يعمل على تطوير مهاجمه، لذلك يعلم في العديد من المباريات سيكون الفريق بعض الأحيان المتقدم كيف يستعمل جسمه وهو سريع، أو يكون في مساحة ضيقة كيف يستعمل الرياكشن تكون سريعة، وهذا ما شاهدناه الآن في بداية هذا الموسم. الآن أمام إبسويتش سجل بطريقة أيضا أخرى، يبدو بأن العامل البدني، العامل الجسماني، ذكاء تحرك اللاعب لعب دور كبير وفارق كبير في تسجيل الأهداف. كابتن محمد، يا كابتن عبد العزيز مريح في الصيف، جاي فريش، ما فيش ضغط عليه، فهم ففرق عن البدايات بتاعته، هتبقى فرق عن الجميع. السنة اللي فاتت خلي بالك هو خد هداف الدوري بس ضيع كتير، وانتقد كثيرا. هذا الموسم لا، اللي بتجيله بيحطها، مش بيجي ده. بص نص فرصة ايه، ربع فرصة. فهو في حالة بدنية كويسة قوي الصراحة. ومش عارف بقى هل رحيل الفارز ريحه ولا ما ريحوش، انما زي ما بقول لك هو بادئ بداية قوية. يعني العشرين ثانية الاولى برينتفورد سجل هدف عن طريق ويسا بعد خطأ على مستوى الدفاع، ثم سيتي معناه عاد في المباراة بشكل سريع، دقيقة 19 سجل هالاند بعد عمل جماعي اكيد بين الفريق، ثم ووكر تقدم مرة لدوبراين، ثم هالاند سجل هدف التعادل في الزاوية البعيدة للحارس، فهذا يدل على تطور هذا اللاعب في كل موسم انه يسجل. ثم اسيست ايدرسون بتمريرة طويلة استغلها هالاند، سجل هدف ثالث كذلك برفع الكرة فوق الحارس، ومن ذلك حافظ على هذا التقدم، ان كان هالاند كذلك سدد على القائم، وسيتي يهدر كثير من فرص تقدم ويتصدر السيتي في بداية الموسم الدوري بأربع انتصارات متتالية. في كرافن كوتج حيث كان هناك التعادل الإيجابي بهدف مثل راول خيمينيز، ثم أتى هدف عن طريق يينجز دقيقة الخامسة من الوقت بديل للضاع في الوقت القاتل من هذا اللقاء. كابتن محمد، يعني تعادل ربما، ممكن فولهام كان بيبحث عن الفوز، سجل هدف مبكر وبعد كده في الدقائق الأخيرة يينجز يحط هدف التعادل لوست هام، فربما فولهام فرط في نقطتين كان محتاجهم في أول أربع مباريات للفريق نوعا ما عانى. أنا ما أعتقد أنه فرط في هذا الفوز اللي كان بيلعب بيه على ملعبه. في سيلهرست بارك حيث كريستال بالاس ليستر سيتي، تعادل إيجابي هدفين لهدفين، كان كل شيء في مصلحة ليستر سيتي إلى أن ماتيتا منح فريقه هدفين ونقطة مهمة بعد التأخر في هذا اللقاء. كابتن حاتم، يعني بداية متعثرة كريستال بالاس، ليستر يعتبر تعادل إيجابي وإن كان متقدم بهدفين لصفر، فاردي ما افتتح النتيجة، ثم مافيديدي يسجل الهدف الثاني استغلال سوء من إعادة الكرة من المدافع. حقيقة بداية وكريستال بالاس يعاني دفاعيا لأنه يعني يلعب بثلاثة فمساحات موجودة، عاد الفريق الجيد يمكن ردة الفعل بعد ما كان متأخر بهدفين لصفر يعود يعادل النتيجة عن طريق ماتيتا الهدف الأول في دقيقة 47، ثم أكيد بعد يمكن حسم عن طريق الفار، ثم يأتي الهدف الثاني بعد هذا تسجيل الهدف، أكيد في شك كبير من هنا يبان كاين. على كل حال حسم أعتقد أن الهدف تسلل؟ تسلل من جهة معينة كاين يظهر كأنه تسلل ها؟ من هذه الزاوية
يظهر متسلل من زاوية هذه يظهر عادي. الرجل الولد المدافع اللي بيقفل الكرة العرضية مش ده حتى اللي جاي اللي برا الصورة اللي برا الصورة اللي بالكروس بيتعمل بيحط رجله عشان يقفل الكروس هي اللي غطت التسلل. فهدف صحيح هدف صحيح هدف سليم. على كل حال الفار يعني حاسم الأمر يعني في فار حاسم الأمر للهدف وأنه عاد الفريق ركل الجزاء كذلك سليمة وواضحة وسجل متيتا هدف التعادل. نعتقد بداية إمكانيات كريستال بالاس قادر أن يقدم أفضل مما شاهدناه لغاية الآن. دعونا نشاهد من زاوية أخرى مشاهدين الأعزاء هدف متيتا كريستال بالاس مع ليستر سيتي في سيلهرست بارك. شفت يا ابني صح عدد. برافو عليك برافو. انت من وين عرفت ان انت شفت المباراه؟ سؤال. لا والله ما شفت حاجه. والله ولا رحت الفكرة. طيب شوف هذا شغل فكره طلعت تسلل. لا فكره ارسل لك واتساب. والله ابدا. لا والله ولا. طيب شلون عرفت انت ما شفت المباراه كابتن؟ بالاحساس. يا احساس المهاجم. لا باحساس الهداف. هو هداف. هداف هو ممر للهدف. خلونا بقى بعد اول يوم وشنا حلو على ليفربول. شكرا لكابتن حاتم الطربوسي. شكرا لكابتن محمد ابو تريكه. دعونا نستقبل الزميل العزيز محمد سعدون الكواري الذي سيرافقكم باذن الله تعالى على لقاءين مهمين على مستوى البريمير ليج وايضا الليغا الاسبانيه. مساء الخير محمد. مساء النور. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. بالسلامه. الله يسلمك كابتن محمد. نورت القناة مرة ثانية. طحت فيك ومئات رسائل. ناس تحمد لك بالسلامة وتقول لك فازك. نورت وعلى سلامة. الحمد لله. الله منور بيك الله منور بيك. افتقدناك واشتقناك. حتى جمهور تشيلسي يقول لك الحمد لله السلامة. طيب ممكن استغل هذه الفرصة بما انك ارسلت تحيات. انتم منورين القناة منورة بيك من الجماهير. حتى جمهور تشيلسي يسلم عليه. والله يستاهل. السلامة. الله يسلمك. في سلام. كان ودهم يكون في الاستوديو الثاني عشان يستمتع الساعة 10 بس هو جبل مصر على القناه مقدره تشيلسي. طيب. وما فيش استديوهات. في شخص عزيز علينا كلنا ايضا اوصل سلام للجميع صراحه. ارسل لي رساله وقال لي وصل سلامي للجميع. الاستاذ القدير ايمن جاده يسلم عليكم جميعا. وفي هذا الاستديو انا تعلمت بصراحه مثل مصري من طراز رفيع اللي هو يعيش البقح على قفا المكسوف. يا سلام. عطى دبل كليك لايك ده قلنا على هو ده على تنهاج. مساء الخير. هلا. مساء النور. كيف الحال؟ هلا محمد. يا اخي محظوظ والله. ليش؟ والله محظوظ. ليش؟ على شنو؟ بعد يعني من اليورو شهرين غياب الاسطوره يطلع معك في اول سنه. يا اخي هذا شرف عظيم. والله محظوظ. بس بصراحه داخل متحمس. دعيت لك واضح. والله يا اخي مشرفنا كابتن محمد. داخل متحمس. يا عم انت اكيد هاجم ارني سلوت. والغريب ان كابتن حاتم طرابلسي تحمس. أيوة. نفس ويزا مع مانشستر سيتي بس بعدين تراجع. بس ويزا شعل بدايه موسم طاقه وحيويه ونشاط. مين كابتن محمد سعدون في هذه الجوله؟ لا ما اعرف. انا ايش عرفني؟ لا 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 تورطني انا. انا دائما واثق في المصريين. اعرف المصريين كبيره. يا سلام. وانا احب المصريين. يا سلام. واشوف المصريين ناجحين في كل شيء لذلك اعطيت اشاره كابتن محمد صلاح. يا سلام. ايوه يا سلام. يستاهل لو من اللعبه بس دمرني. بصراحه يعني يا نجم بصراحه. هذا كل المصريين حاطين هالند والقطري حاط محمد صلاح. برافو عليك والله. هذا شرف عظيم لنا الايجيبشن كينج. كابتن محمد لازم انا عارف هو 10 سنين لازم يبقى مختلف وانا قلت له 100 مره ودنك منين يا ابو حاتم؟ ما تمشي السهل. الله يسامحك. سلم الهمل كده سلم. الله يسامحك يا جحا صلاح. مستمرون معكم باذن الله تعالى مشاهدينا في هذه التغطيه. بعد قليل سنستمر في تغطيه البريمير ليج ثم سننتقل لاحقا للدوري الاسباني. ابقوا معنا.